ولكل السادة الحضور ولكل أعضاء المجتمع المؤسسات المجتمع المدني الحاضرين، وكذلك الحال كل المهتمين بالشان السياسي وإذا كان في حد أي بيلقي كلمة نسمعنا بكرة، معناها كلنا أخوت وكلنا كذا. ولكن الخلاصة طبعا لا نخش في برنامج الورشة اللي هي تدور حول ثلاثة نقاط أساسية، اللي هي أولا تسجيل الناخبين، وثانيا تسجيل المرشحين، وثالثا كيفية وصول المرشحين لمواقع التسجيل. هذه بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ أولا بتسجيل المرشحين، تسجيل الناخبين، تسجيل الناخبين. طبعا احنا نعرف ان غريان لها عند الناس اللي تنطبق عليهم اللي هي التسجيل كناخب يزيد على 60,000 نسمه. اولا من يحق للترشح؟ التعريف عام، البلديه في الموضوع الانتخابي تعتبر دائره انتخابيه واحده اللي هي بلديه غريان، باعتبار ان منتخب المجلس البلدي غريان البلديه تعتبر دائره انتخابيه واحده من بكل فروعها الموجوده. كل من بلغ أكمل 18 عام له حق التسجيل، كل من أكمل 18 عام له حق التسجيل. وإحنا نعرف أن نسبة كبيرة من المجموعة هدية هم طلاب، نسبة كبيرة من الناس هدوم هم طلاب، وهذه الشريحة اللي قد نكون المترشحين والمسؤولين واللجان قد نكون غافلينها إلى حد ما. يعني لو ناخذ الطلاب اللي طالع من ثالثة ثانوي اللي بلغ عمره 18 سنة إلى تبارك الله اللي في الجامعات سنجد عدد تبارك الله، ولكن يبقوا طبعا توعية ويبقوا توبا في الأيام الجاية هدية بالتنسيق مع الإعلاميين ومع إذاعة غريان ومع ورش بهالنوع هذا. وطبعا يرجع الموضوع، لكن منذ كنا احنا نعتبره فيه نشتغلوا في مجال واحد أو في اتجاه واحد. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية طبعا في عموم الناس المقيمين هنايا كلهم مقيمين ومسجلين، كلهم مقيمين ومقيدين، يعني في السجل المدني غريان نخست بفروحها عندنا فيها بسيطة مقيم وغير مقيد، عندنا فيها بسيطة مقيم وغير مقيد، يعني واحد ساكن في غريان مقيم هنا ولكن هو في تسجيله في السجل المدني في طرابلس في مزدة في أي جهة ثانية. هذا طبعا وهي فيها بسيطة طبعا، وهذه طبعا عندها إجراء ديرة يعني اللي هو تتجه للمكان إقامته يجيب ما يفيد منه أنه مقيم في غريان، يتجه للسجل المدني فيه نموذج يعبوا فيه، فيه نموذج يعبوا فيه المعروف يعني اللي فيها هدية شين ميم 5 هدايا يعبوه له وبعدين يتم تسجيله. المهم هذه الفئة الوحيدة. أما إحنا 99% من الناس تسجيل عادي. كيفية التسجيل طبعا أكيد تعرفوها كلكم وعمم عليكم، لا تساوي أكثر من اتصال لدقيقتين، رقمك الوطني مربع رقم المركز الانتخابي اللي انت فيها والمدرسة اللي انت في نطاقها، وهنا معلقات كلهم لوحاتهم ما شاء الله تبعتهم إلى 11711، وتجيك رسالة حتى من باب التأكيد. واحد يقول لي مسجل زمان بارك صار فيه شيء، بارك انت نسيت مش مسجل هذاك الوقت، كل الناس تديرها كأنك مسجل، بتجيك الإجابة انت مسجل في المركز الانتخابي رقم كذا، وكانت مش مسجل يتم تسجيلك. هذه ما تاخذ منها شيء يعني. فالرجاء من الجميع التسجيل والدعوه للتسجيل. شن قعدت لنا في موضوع التسجيل؟ قعدت لنا حاجه واحده اللي هي يعني، وهذه هي ما يعني المنظومه نفسها تمنعها. مثلا واحد ناخب من في بلديه ثانيه جبناهم 10 بنسجلهم على هنا لغايه في نفس كذا، المنظومه بتطلعهم ولو يتم وما مش حيصير تسجيلهم، نقص في العمر، مثلا واحد عمره 17 سنة وسجل بابي يطعنوا فيه، نفس الشيء المنظومة مش حتقبل إذا كان أصغر من 18 سنة ترد عليه طول تقول له أنت أصغر من 18 سنة. يعني قصدي موضوع تسجيل الناخبين واضح وبسيط وكل الناس تقدر تقيم به وما يكلف شيء. أنت وأخوك وأختك وزوجتك وبنتك وولدك يسجل، بعدين يا سيدي يعني حتى الإحباط شوية هذا يقول والله ما قابلش منه اللي باهي. أنت إذا فتت يعني شوف، أنت لما ما سجلتش ضيعت عليك حق أنك تكون مزكي، أراه اللي غير مسجل ما يزكيش، فهمت كيف ولا؟ أنت ضيعت عليك حق، أنت ممكن تطلع قائمة فيها إنسان تعرف يخدم المنطقة وما تملكش، خلاص أنت فقدت أنت حقك نزلت عليه.
انت بدل تكون ناخب لما ما تنزلش ما عندكش امكانيه كيف تخدم حتى كويس، اللي تعرف انت ممتاز وتخدمه ما تقدرش تخدمه. فهذا الحقيقه نشد على ايدي المؤسسات المجتمع المدني وقطاع التعليم والاعلاميين في الفتره هذه اللي ما زالت 15 يوم هدمة بالدفع في اطار التسجيل. في حاله التسجيل عندها في نقطه تسجيل ناخبين امور ماشيه، بعد الناتج لتسجيل المرشحين مع الاستاذ محمود بغوفه. اولا بالنسبه للجنه المركزيه، هي اللجنه المركزيه هي اللجنه التي تتولى اداره انتخابات المجالس البلديه. اللجنه الفرعيه تتولى تنفيذ العمليه الانتخابيه في نطاق البلديه. المقيم اللي هو المواطن الليبي المقيم ضمن النطاق الجغرافي البلديه. الناخب كل مواطن ليبي مقيم في ضمن النطاق الجغرافي للدائرة الانتخابية له الحق في الانتخاب ومقيد بسجل الناخبين النهائي. سجل الناخبين النهائي هو السجل اللي يضم أسماء الناخبين وأرقامهم الانتخابية التي تؤهلهم للتصويت. المترشح هو كل مواطن يتقدم لشغل إحدى مقاعد المجلس البلدي ضمن قائمة مغلقة مطلقة تضم فئة عامة وفئة المرأة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار. ذوي الاحتياجات الخاصة هو التائر من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة عجز لا تقل عن 20%. القاعدة دهم مع ما هو منصوص عليه في اللائحة، بلدية غريان اللي هي 7 أشخاص. اللائحة تضم 5 من الفئة العامة والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، هذا والثلاثة يعتبروا احتياط، ثلاثة احتياطين يوم الاحتياطين لابد أن تكون المرأة ولابد يكون فيها ذوي الإعاقة وواحد من الفئة العامة. المنظومة ما تقبلش أي شخص، أي قائمة تقل عن 10 أشخاص، لابد يكونوا في القائمة فيها 10 أشخاص. الممثل القانوني من هو الممثل القانوني؟ فيه من يسأل يقول هو الممثل القانوني هل يكون شخص قانوني؟ أنا نقول له ما هو شي شرط أن يكون شخص قانوني، هو الممثل القانوني هو الشخص اللي تم تفويضه من قبل المترشحين ليتولى مكانهم في تقديم الأوراق. وكلاء المترشحين هم الأشخاص، أي شخص من هذا بعد ما تتم القائمة النهائية لكل مترشح له الحق أو لكل قائمة لها الحق أن تدير وكلاء كي يشرفوا على العملية الانتخابية كمراقبين، كمراقبين لها الحق أن تدير 35 40 اللي تراها القائمة تديرها. بالنسبة للوكلاء دير الشروط نتاعها، شروط القائمة المترشحة، عدد من المترشحين أساسيين اللي هم نحن هو 7 أشخاص وليس 9 البلدية لأنها 7 أشخاص فقط. عدد من المترشحين احتياطين على ألا يقل عدد المترشحين الاحتياطين عن 3 ولا يزيد عن عدد مقاعد المجلس، لا يزيد عن 7 احتياطين. القائمة 7 معناها فيه 7 احتياطين، إذا كان أرادوا أن يديروا 14 لهم الحق أن يديروا 14. ولكن أنا ننصح كل المترشحين وكل القوائم أن القائمة لا تقل عن 11، لأنه فيه الاعتراضات، وفي حالة أنها شخص واحد القائمة تقدمت ب10 أشخاص وتم الاعتراض عليهم، لما يمشي واحد راي القائمة بالكامل حتمشي، ما يجيش يقول لا احنا بعتلي راهو احنا قدمنا واو بدنا نزيدوا ثاني، راهو فات فيه تم القفل باب الترشح، ما عادش تقبل القائمة وتعتبر القائمة كأن لم يكن. الترتيب التصاعدي للمترشحين من حيث أوليتهم لشغل المقاعد التي تشغل خلال فترة عمل المجلس البلدي.
ترتيب التصاعدي يراه بالنسبة للقائمة الأول في القائمة هو اللي بيكون رئيس المجلس البلدي، عميد البلدية هو اللي بيكون العميد. بالنسبة للاحتياطين الأول في حالة أدي صار ظرف لإحدى الأعضاء، الاحتياطين الأول اسم هو اللي بيكون في من ضمن القائمة، من ضمن الأعضاء، أعضاء المجلس. بالنسبة للمرأة هذه خلاص المرأة ما فيها فيه بديلها، أنها بتكون بديلها المرأة. ذوي الإعاقة بيكون بديلها ذوي الإعاقة. شروط الترشح أن يكون مواطنا ليبيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية، أن يكون كامل الأهلية القانونية وقد تم 25 سنة، لا يقل عن 25 سنة، أن يكون مدرجا بسجل الناخبين. ما فيش مترشح ما لم يكن مسجل في سجل الناخبين يعتبر غير صحيح ترشحه، وحيشطب من القائمة. لابد المترشح أن يكون مسجل في سجل الناخبين، ألا يكون عضوا باللجنة المركزية أو عضوا بإحدى لجانها الفرعية، ما يكونش أحد المترشحين من أعضاء اللجنة المركزية أو لجانها الفرعية، وليست له أي قرابة. حتى القرابة يعتبر يا إما أن المترشح ينسحب، أو في حالة أن ما باش ينسحب المترشح اللي عنده قريب في اللجنة الفرعية، في الحالة هذه عضو اللجنة الفرعية هو اللي نستطيع أن ننحوه، باعتبار إحنا لينا الحق أن ننحو الشخص هذا. أما المترشح ما نقدروش نفرض عليه أن يتنحى، ولهذا إذا كان هو المترشح قال أنا خلاص نبي نقبل وبنطلع ويبقى عضو اللجنة، في الحالة هذه خلاص تمت وتمت المشكلة. أما إذا كان هو ما باش عضو اللجنة هو اللي يتنحى شخصيا، ولنا الحق أن ننحوه. لا يجوز لأي شخص الترشح في أكثر من مجلس بلدي واحد ولا في أكثر من قائمة واحدة. المزكي تقدم كل قائمة مترشحة للانتخاب المجلس البلدي بيانات لعدد 200 مزكي وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة المركزية. لننصح أنا كرئيس لجنة أن فيه نموذج خاص بالتزكية، لابد كل قائمة ما تقدمش 200، أنا ننصح أن كل القوائم تكون 210 220 230، لأن لو قدمت لي أنت قائمة فيها 200 مزكي وتم بعد ما ناخذ منك الواحد وتم تنحية واحد من المزكين، قعدت القائمة 199. في الحالة هذه القائمة كلها بتمشي، تعتبر غير مقبولة. ما يجيش بعد تالي يقول لا والله احنا تو مزكي، هذا مش مشكلة. راهي ما فيهاش بصارة، هذه بالنسبة للعملية هذه ما فيهاش بصارة، والنزاهة عند أهم شيء، والشفافية أهم شيء في الموضوع هذايا. إذا كان القائمة مشت من 201 من 200 قعدت 199، القائمة بالكامل غير مقبولة ولن يتم قبولها مهما يكون الأمر، مهما بجميع الوسائل راه مش هتقبل. ولهذا ننصح كل المترشحين وكل القوائم المتقدمة أن تكون قائمة التزكية لا تقل عن 210 220 230، وهو إذا كان كنت حصلت 200 معناها تقدر تحصل حتى 300 بالنسبة للقائمة. ثانيا بالنسبة للقائمة هذه بالنسبة للمزكين، أن يكون المزكي مسجلا بسجل الناخبين النهائي. يوم 15/11 تقفل منظومة تسجيل الناخبين، وبعد تالي بتطلع القائمة المبدئية، وبعد تالي تطلع القائمة النهائية. ما لم يكن اسمه في القائمة النهائية يعتبر ما هوش نخب، لابد يكون مسجل في سجل الناخبين النهائي. بالإضافة إلى المترشحين، كل مترشح لابد أن يكون حتى هو ناخب. الشرط الأساسي فيها أن يكون ناخب. ألا يزكي أكثر من قائمة واحدة. ما يجيش مزكي
يزكي القائمة 1000 ويجي للقائمة الثانية رقم 2 يزكي فيها. وراه هذا في السابق حصلت وتم تنحيته. وهنا هذه واحدة من الأسباب اللي بد القائمة لما تدير المزكي لابد تكلمه وتقول له راه ما تزكيش غير القائمة هذه، لأن يوم لما تقفل ويتم الطعن فيه حتمشي القائمة بالكامل إذا كان زي ما قلت لكم أقل من إذا كان فيها 200 بس تطلع 199 تعتبر القائمة كأن لم يكن. شروط التسمية ومواصفات الرمز الانتخابي للقائمة. أولا شروط التسمية ألا يكون اسم القائمة مخالفا للنظام العام ولا يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب القبلي أو الجهوي. ما تجيب ليش شعار يدل على أشخاص معينين 5-6 نفار وتصورهم، أو مكان عام جيلي بوغلان تقول والله أنا بندير الرمز متاعي هذه بوغلان، أو مثلا القواسم معليش الكلمة هذه يجي يقول والله إحنا نفتخر بتراثنا ويجي يسجل يصور يدير جرة ويدير واحد، هذه تعتبر قبلية. لما تجيني أنت تصور لي مثلا، لأن المنطقة الوحيدة في غريان معروفة بالفخار هي منطقة القواسم، مناطق أخرى ما فيهاش الفخار. لما تدير لي أنت تجيني تصور لي الفخار وتقول هذا نعتز به وهذا تراثنا، أراه يعتبر شعار غير صحيح، لأن هنا فيه التعصب وفيه القبلية. وهذا ماذا بينا نبعدوا للشيء هدايا، ونتمنى للجميع أن يكونوا أحد يبعدوا على القبلية بالذات. أن يكون الاسم واصفا للرمز بشكل مباشر، لابد يكون الاسم مطابق للشيء اللي أنت درته. ألا يتجاوز 3 كلمات بما فيهم حرف الجر. الشعار لما تجيك تقول كلمة هذه قائمة غصن الزيتون، لما تجي لي كلمة قائمة هذه ما تحسبهاش كلمة، لكن غصن الزيتون هنا كلمتين، غصن والزيتون هذم كلمتين، لا يتجاوز عن 3 كلمات بما فيهم حرف الجر، بما فيهم حرف الجر. ألا يشابه اسم قائمة أخرى في نفس الدائرة الانتخابية مما يضلل الناخب وتحتفظ القائمة الأسبق في التسجيل بالاسم. لما تجيني قائمتين واخدين شعار واحد رمز واحد اللي هو الرمز زي ما قلنا غصن الزيتون، القائمة ألف جتني برمزها غصن الزيتون، تجي القائمة الثانية غصن الزيتون. اللي الأولوية في الحالة هذه كلجنة فرعية أن تأخذ الملف الأول هو اللي ليها الحق أن يحتفظ بالرمز هذاي، أما القائمة الثانية لابد من تغيير الرمز. في فترة الترشح، طبعا فترة الترشح بالنسبة لبلدية غريان هو يبدأ يوم 10/11 وينتهي يوم 24/11، ممكن نمددوا فيها هذاك التمديد، يترك للجنة الفرعية وللجنة المركزية أو خاصة. شروط التسمية لا يكون الاسم. ثانيا شروط الرمز أن يكون الرمز واضحا يسهل التعرف عليه، ألا يخالف النظام العام أو يثير الكراهية، ألا يكون الرمز شعارا دينيا أو وطنيا أو رقما. دي اللي رقم واحد ما هو شي شعار، ولا دي الرقم 23/25 الرقم ما هو شي شعار. ألا يكون الرمز عبارة عن صورة لأشخاص أو أماكن. لما قلت لك جيش تصور مجموعة أشخاص مثلا قائمة المترشحين هاي نصوروا بعض ما ونديروه الرمز متاعنا، هذا لا يجوز. والله تجي زي ما قلت لك أنا تجي لي الفخار وتصوره، والله تجي لي هذه
نادي بوغلان والله أماكن معينة في المدينة، الحالة هذه يعتبر غير صحيح ولا يقبل. ألا يكون مشابها لرمز آخر قد تم تسجيله في حالة عدم انطباق الشروط، تقوم اللجنة الفرعية بإرجاع الرمز إلى الممثل القانوني للقائمة ليقوم باختيار غيره، وفي كل الأحوال يقدم الرمز الانتخابي وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة. إن شاء الله بإذن الله نوروكم النماذج اللي مطلوبة منكم. المواصفات الفنية، تقدم نسخة إلكترونية داخل قرص مضغوط سي دي للجنة الفرعية بالمواصفات التالية: حجم الرمز الانتخابي، عدم إدراج أو كتابة أي شعار على الرمز، عدم تغيير أبعاد الرمز بشكل مشوه للأبعاد الحقيقية للطول. هذه الصور قدامكم، هذا خطأ، هذا خطأ وهذا صح. الدوائر هذه تبين لكم كل شيء، الشكل رقم واحد والشكل رقم اثنين. تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي وفقا للآتي: يكون تسجيل القائم المترشح لعضوية المجلس البلدي لدى اللجنة الفرعية. بيانات تسجيل القوائم المترشحة في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشان. تقدم طلبات الترشح إلى اللجنة الفرعية على النماذج الخاصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها اللجنة. يتضمن اسم المرشح رباعي وعنوانه ورقمه الوطني ورقمه الانتخابي، وأن يكون مدبنا بتوقيعه. لابد كل مترشح لما يعبي النموذج لابد أن يوقع فيه شخصيا، لابد يوقع فيه شخصيا. ردوا بالكم من عملية أن هذا صاحبنا وهذا صديقنا وهذا آخرين نوقع عليه، أراه فيه تدقيق. في حالة أنه يتم معرفة أنها ماهوش موقع، أراه القائمة هتمشي ويعتبر فيها تزوير في الحالة هذه، حتى ولو اعترف أن الشخص الثاني لا أنا فوضته وقلت له الحالة هذه ماليش الحق أن يفوض أي شخص، توقيعه هو شخصي. تقوم اللجنة الفرعية باستلام طلبات الترشح والبث فيها بعد 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب بما لا يتجاوز مدة الترشح، على أن يكون الطلب مستوفي للشروط المنصوصة عليها بلائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية المرفقة بقرار وزارة الحكم المحلي. الطلبات كلها تقدم للجنة الفرعية. يجب على اللجنة الفرعية قبول الطلب المستوفي للشروط المنصوصة عليها وتمنح ما يفيد قبوله، وفي حالة عدم استيفاء الشروط تقرر اللجنة الفرعية رفضه، ويتوجب عليها أن تبين أسباب ذلك خطيا للممثل القانوني في حضور الممثل القانوني. بالنسبة يتعين على كل قائمة مترشحة اختيار ممثل قانوني لها وفقا للنموذج المعد من قبل اللجنة المركزية. كل قائمة لها الحق أن تعين شخص يعتبر لها الممثل القانوني، وهو الممثل القانوني اللي بيراجع اللجنة، وهو اللي بيقدم طلبات المترشحين، وهو اللي بيقوم بدل المترشح، بدل المجموعة اللي في القائمة. ما فيش داعي أن يجيني، ولا فيه داعي أنه يجي للجنة المركزية ويقول أنا بنقدم. لابد أن يكون فيه ممثل قانوني. الممثل القانوني فيه من سألني قال من هو الممثل القانوني. الممثل القانوني كل شخص، أي مواطن، هذا يعتبر ممثل قانوني للقائمة التي تختاره. القائمة المترشحين إذا كان 10 أو 11 أو 12 أو 13 هم اللي يختاروا الشخص يكون ممثلا لهم قانونيا قدام القانون وقدام اللجنة، والممثل القانوني هو اللي بيتحمل تبعيات كل ذلك. لا، مترشح لا يكون ممثل قانوني. ممثل قانوني شخص تختاره، يختاروه المترشحين، ما يكونش واحد من المترشحين. لا، لابد يكون داخل الدائرة.
لأنه أصلا الممثل القانوني لابد حتى هو يكون ناخب، إذا كان خارج الدائرة ما يقدر ما يكونش ناخب. إذا كان بيجيب ممثل قانوني بيجيبها واحد من طرابلس وهو انفسيته بالفلاقي أنها في طرابلس ما تقبلهاش أصلا، هو لابد يكون ناخب مسجل في سجل الناخبين النهائي، هذا الممثل القانوني. وما هوش شرط أن يكون محامي ولا مستشار ولا قانوني، لأي شخص تختاروه أنه الأصلح لكم وأنه يكون متزن وعارفينه أنه هو يستطيع أن يقوم بهذا العمل. يحق لكل قائمة مترشحة اختيار وكيلاً أو وكلاء عنهم كمراقبين في مختلف مراحل العملية الانتخابية. هذا بعد انتهاء فترة الترشح، اللي القائمة لها الحق أن توكل مجموعة وكلاء، توكل وكيل اللي تراه مناسب هي. المهم أن لا يقل عن هذه عن شخص، لابد يكون شخص هذه عمره لا يقل عن 18 سنة، لابد يكون مسجل كناخب، هذا كوكيل للقائمة يوم الاقتراع. بالنسبة للوكلاء هذا دورهم بعد ما تتم القائمة النهائية، لما تطلع القائمة المترشحين النهائية وقبلت، في الحالة هذه لها الحق أن تتوكل تدير وكلاء، تدير 5، تدير 10، تدير 35، تدير 60، لها الحق. في كل مترشح له الحق أن يدير حتى زوج وكلاء. لا ما فيها الشرط صفة القرابة، إن شاء الله حتى ولدك، هذه ما فيها الشرط. الشرط الأساسي في القرابة هي ما بين المترشحين، ما بين المترشحين ما تكونش فيه سيلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. إلى الدرجة الرابعة ما ليش الحق، قائمة واحدة، قائمة واحدة. أنا جبت ولد عمي حطيته معي في القائمة، هذا لا يجوز، لأن على طول بتشطب القائمة، ولابد أنكم تراعوا أراي كلمة إلى غاية الدرجة الرابعة، أراهي ما هياش من ناحية الأب فقط، من جهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب. بالنسبة للتولى منجول للميراث نقولوا الخال والواحد، هذا من ذوي الأرحام، لكن هنا لا، الخال يعتبر من درجة القرابة في العملية هي، لا يكون هذه مش بتفاعل لجنة. أنا قلت لك إلى عند غاية الدرجة الرابعة ما فيش صلة قرابة ما بين المترشحين، لا نقدر نعرفه. أول حاجة فيه عملية الطحون، مرات يطعن فيك حد. ثاني حاجة أنا مرات من ناحية تو شكل الآب، لما بتجيب لي أنت شهادة الميلاد والشهادة الإقامة بتنعرف من خلالها، بالتالي ما فيهاش مشكلة بالنسبة لصلة القرابة من ناحية الآب، راي سهلة جدا ونستطيع أن نعرفها. لكن من ناحية الأم صحيح، إلا لما يجي يطعن فيها حد آخر، عملية الطعون، ولا وانت مبتعد عن الشيء هذا، وماذا بيكم ان تكون القائمه نظيفه وما فيهاش شيء هذا. اما كان القائمه هو بيدخل ولد خالته وبعتالي يجوا يطعنوا فيه، لان خلاص بعد الطعن هذا بعد الانتهاء من القائمه وبعد ما يتم قفل باب الترشح، لابد يكون ناخب. الطعن هذه تونا تعرضوا لها. يحق لكل قائمة اختيار وكيلا أو وكلاء عنهم كمراقبين في مختلف مراحل العملية الانتخابية وبصورة خاصة أثناء الاقتراع والفرز. الوكيل هذا راه حضوره إلا أثناء الاقتراع، يوم الاقتراع فقط، ما هوش يبيجينا إلا الممثل القانوني، هذا إلى عند ما تنتهي القائمة وتبدأ حكم نهائيا يوقف الممثل القانوني في الحالة. يجب تسجيل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية في المدة التي تحددها اللجنة المركزية، وتصدر إفادة باسم كل وكيل يتم اعتماده من قبل اللجنة المركزية وفقا للنموذج المعد والمحال من اللجنة الفرعية قبل موعد الاقتراع. الوكلاء هذا بعد ما تنتهي القائمة ويبدأ النهائية،
يبدأ قبول الوكلاء والمراقبين والإعلاميين للإشراف على يوم الاقتراع. فيها حاجة هي لابد أن نوفاها، خاصة مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني ما لم تكن راي المؤسسة مشجلة في اللجنة المركزية أراهي لا يقبل منها أي شخص، مش حيخلاها تراقب. لابد أن يدخل على مقر اللجنة ويسجل كلجنة أو جمعية في المنظومة. لما يبدأ مسجل هذاك التاو الممثل القانوني للجمعية أو المؤسسة ليه الحق أن يختار الأشخاص ويجيبهم برسالة لمقر اللجنة ويعتبرهم كمراقبين ويتعتمدهم اللجنة. طبعاً فيه نماذج خاصة بالأمور هذه. قافل باب الترشح، يقفل باب الترشح بعد انتهاء المدة المحددة، ولا يجوز قبول طلبات الترشح من قبل اللجنة الفرعية، وعليها أن تحيل كشفاً بأسماء ورموز القوائم المترشحة المقبولة بالإضافة إلى ملفات أعضاء القوائم المترشحة ونسخ إلكترونية لكافة مستندات القوائم. في النموذج التزكية حتو لابد أن يكون في قرص، ولابد أن يكون موقع من قبل محرر عقود. لا الأصل، لا 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 بتسجلها أنت، بعتادي بتنزلها، إيه بتنزلها إكسل إكسل إكسل. القائمة المبدئية تعد اللجنة المركزية قائمة مبدئية بالقوائم المترشحة وأسماء أعضاء القوائم الأساسيين والاحتياطيين بناء على القوائم المقبولة، ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة المركزية ومقر اللجنة الفرعية، وذلك للاعتراض عليه في المدة المحددة قانونية. هنا بعد ما يتم قفل اللجنة المركزية تعد القوائم بالكامل وتنشرهم في موقعها الرئيسي، وبالتالي وتاخذ وصوره منها يتم باذن الله عرضها في مقر اللجنه الفرعيه. للاعتراضات على سجل المرشحين المبدئي تعد اللجنه المركزيه نموذجا خاصا للاعتراضات الانتخابيه يتضمن الاتي: الاسم والصفه والرقم الانتخابي والرقم الوطني ورقم الهاتف الشخصي والبطاقه الشخصيه والبصمه، توقيع موظف الاستقبال، وقت تاريخه. لما انت تبي تقدم الملف فيه موظف الاستقبال هو اللي بياخذ منك الملف ويقدمه للجنه. اقرار، طبعا القائمه لابد تكون فيها الاسم والرقم الانتخابي والرقم الوطني ورقم الهاتف الشخصي للممثل القانوني بالذات. الممثل القانوني لابد ان يكون اسمه ورقمه هو اللي انه اللي بيقدم الاوراق وهو اللي بيتم الاتصال به. اقرار من المعترض بان المعلومات المقدمه منه صحيحه. هذا واحد بيعترض، لابد من اقرار من المعترض بيقول ان انا القائمه رقم كذا او القائمه رمزها كذا، هذه راي ان بنعترض عليها. بنعترض مرات ما يعترضش على القائمه بالكامل، يعترض على شخص واحد. هنا لابد بيجيب لنا حاجه رسميه تثبت ذلك. يعد نموذج الاعتراض من 3 نسخ، تسلم نسخه لمقدم الاعتراض نعم كيف باي هذا كيتا وحنا لا ما هو غير نقولك انا خليني انا كلمتنا باش تونا نوضح لك. انا اقرار من المعترض بان المعلومات المقدمه منه صحيحه، انت جبت لي حاجه دامغه او جبت لي ورقه ان فلان راهو كذا كذا، ما هوش صحيح والكلام اللي قدمه غير صحيح. انا بن الشيء اللي اعطيته لي انت قبل
ما نحكم عليه أنا كلجنة لابد بين نعلن الشخص المعترض عليه، والشخص المعترض عليه هو بيقدم دفاعه كمحامي، يعتبر كدفاع شخصي، لأنه هو اللي بيقول أنا فلان اللي قدم فيها راهو غير صحيح، وبيجيب ما يفيد ذلك. لما احنا كلجنة بننظروه وبنشوفوه، إذا كان غير صحيح خلاص بنحوه، معاش ما يبيش يقبل الاعتراض، وبالتالي ليها كيف ليه الحق أن يطعن فيه، وليه الحق، هذا قرار اللجنة الفرعية، وبالتالي بيحال للجنة المركزية، واللجنة المركزية بيعترض قدام اللجنة المركزية. طبعا أنا تونا نتكلم فيه، يعود نموذج الاعتراض من 3 نسخ، تسلم نسخة لمقدم الاعتراض ونسخة للمعترض عليه، ويحتفظ بالنسخة الثالثة باللجنة الفرعية. لكل قائمة مترشحة تقدمت بطلب ترشح في انتخاب المجلس البلدي وتم رفضها من اللجنة الفرعية أن تقدم على النموذج المعد اعتراضاً إلى اللجنة المركزية، إلى اللجنة المركزية بالخصوص خلال يومي عمل من تاريخ نشر السجل المرشحين. نار قائمة اعترضوا عليها وما تمش قبولها، هنا في الحالة هي الاعتراض على الشيء هداي، هي الاعتراض متاعها تبي تقدمه للجنة المركزية وليس للجنة الفرعية. لكل قائمة مترشحة حق الاعتراض على أي قائمة أخرى مترشحة إذا لم تتوافر فيها إحدى الشروط المنصوصة عليها قانونا، ويقدم الاعتراض هنا في الحالة هي يقدم لما تبي تقدم ضد قائمة أخرى، هنا العكس، تقدم الاعتراض عند اللجنة الفرعية. قائمة ما هذاك في حالة أن المرة الأولى قلنا في حالة عدم قبول القائمة، من الأول قالوا لها راه ما تمش قبولها، لما بتعترض تعترض قدام اللجنة المركزية مش أمام اللجنة الفرعية، أيوة، في خلال يومين عمل. بالنسبة قائمة بتعترض على قائمة أخرى، هنا الاعتراض أمام اللجنة الفرعية مش أمام اللجنة المركزية. لكل قائمة مترشحة حق الاعتراض على أي قائمة أخرى مترشحة إذا لم تتوافر فيها إحدى الشروط المنصوصة عليها قانونا، ويقدم الاعتراض للجنة الفرعية خلال يومي عمل من تاريخ استلامها للاعتراض، إعلان المعترض عليها كتابيا لإبداء دفاعها في موضوع الاعتراض، وعليها البدء في الاعتراض خلال 3 أيام. لما أنت تقدم لي اعتراض على قائمة أخرى، اللجنة الفرعية في هذه الحالة تبي تعلن القائمة المعترض عليها، أو إن شاء الله حتى اسم واحد. أنا كلجنة فرعية بدوري نبي نعلنه باش يقدم دفاعه على الاعتراض هذا خلال 3 أيام عمل من تاريخ إعلان المعترض. لما نعلن أن المعترض من خلال إعلان على النموذج المطبق للجنة الفرعية خلال يومي عمل من تاريخ استلامها للاعتراض، إعلان المعترض عليها كتابيا لإبداء دفاعه في موضوع الاعتراض، وعليها البت في الاعتراض خلال 3 أيام عمل من تاريخ إعلان المعترض. لما يتم إعلان المعترض عندي 3 أيام كلجنة فرعية لابد أن ينبت فيه خلال 3 أيام. تفضل. ها؟ الاستبدال طول نصلو زاموس نس نهي للمعترض أو المعترض ضده الطعن على قرار اللجنة المركزية أمام قاضي الأمور الوقتية. بالنسبة للقائمة اللي ما تمش قبولها، هنا اللجنة المركزية على ضد الطعن، يقدر القائمة المترشحة اللي ما تمش قبولها من اللجنة المركزية في الحالة هذه تقدر أنها تطعن قدام أدية المحكمة أمام قاضي الأمور الوقتية خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه لقرار اللجنة. أنا أعطيتك قرار اللجنة وقلت لك ما تمش قبول القائمة، هي هنا في الحالة هي خلال يومين عمل لابد أنه يطعن قدام
قاضي الامور الوقتيه على ان يقوم باعلان اللجنه المركزيه. لما انت تطعن قدام قاضي الامور الوقتيه في الحاله هديه بتعلن اللجنه المركزيه انا راو قراركم تم الاعتراض تم الطعن فيه قدام قاضي الامور الوقتيه باعلان اللجنه المركزيه بذلك، وعلى قاضي الامور الوقتيه بالمحكمه الجزئيه ان يصدر قرار خلال اجل اقصاه 5 أيام. لما تقدم انت طعنك قدام قاضي المحكمه الجزئيه لقاضي الامور الوقتيه في الحاله هذه القاضي خلال 5 أيام يجب ان يصدر قراره بالرفض او بالاصح او بقبول القائمه من تاريخ تقديم الطعن. ويتظلم من الامر لما يصدر القاضي امر بعدم قبول هذه القائمه وان القرار اللي من اللجنه المركزيه صحيح في الحاله هذه انه يقدر يطعن فيه قدام هذه قدام امام رئيس المحكمه الابتدائيه. يتظلم من الامر هذا يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال 5 أيام من تاريخ صدوره، من تاريخ صدور الأمر من القاضي الأمور الوقتية 5 أيام ليك الحق أنك أنت تتظلم قدام رئيس المحكمة بعد إعلان اللجنة المركزية. لابد من يتم إعلانها ويتم الفصل في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ويكون الحكم في التظلم نهائي. ما عادش يجوز استئنافه قدام محكمة الاستئناف. لما تتظلم أنت قدام أدي رئيس المحكمة من الأمر الصادر من القاضي الأول، بمعنى في الحالة هذه أراه رئيس المحكمة لما بينظره يعتبر قرار نهائي لا يجوز استئنافه ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا. القائمة النهائية بعد انقضاء المدة المحددة للاعتراض والطعون على القوائم المترشحة والفصل النهائي فيها جميعا تنشر اللجنة المركزية كشفا نهائيا بأسماء ورموز القوائم المترشحة على أن يتضمن الكشف الأسماء الرباعية للمترشحين الأساسيين والاحتياطيين بالقائمة ورمز الانتخابي قبل الموعد المحدد لإجراء الاعتراض. بعد ما تقفل باب الطعون وتطلع القائمة النهائية وتنشر في الموقع وتنشر في مقر اللجنة المركزية. أرجع للاستبدال. الاستبدال والانسحاب. هنا في العادية يحق للممثل القانوني للقائمة إجراء عملية الاستبدال أو الانسحاب لإحدى أعضاء القائمة سواء من الأساسيين أو الاحتياطيين قبل الإعلان نشر القوائم المبدئية. قبل نشر القوائم المبدئية بيوم عمل على أن يحتوي ملف العضو المستبدل كل المستندات المطلوبة مع تجديد قوائم المزكين. دي لابد تنظروا لها في حالة الممثل القانوني أو واحد من المترشحين قال أنا معاش راني قدمت صحيح وأنا راني عفوني من القائمة هذه وأنا بننسحب من القائمة هذه. في الحالة هذه ليه الحق أن ينسحب وللممثل القانوني أن يستبدله سواء من نفس القائمة أو واحد آخر تاني كل على أن يحتوي ملف العضو المستبدل كل المستندات المطلوبة. يقدم طلب الاستبدال أو الانسحاب كتابي ويحمل توقيعه والبصمة المترشح والممثل القانوني للقائمة مصدق من محرر العقود. الاستبدال ما يجينيش واحد يقول لي أنا والله أنا ابن الممثل القانوني يجيني يقول لي والله سين نبي نبدله بصاد هيك وخلاص من هواه. لابد الطلب الاستبدال أن يكون موقع من المترشح شخصيا ببصمة إيده يبصم عليه ويزيد يزكيه اللي هو الممثل القانوني ويكون أمام محرر عقود. لابد يكون أمام محرر عقود.
على اللجنة الفرعية البدء في طلبات الاستبدال والانسحاب قبل يوم عمل من إعلان القوائم المبدئية كحد أقصى في حالة قبول أو رفض الطلب، وتمنح اللجنة الفرعية ما يفيد البدء فيه. لما يجيني ويقولي أنا استبدلت، اللجنة الفرعية في الحالة هدية تبي لابد تقول أني أنا راني بتيت في الموضوع وتم قبول الطلب الجديد. يعتبر طلب الانسحاب مرفوضاً في حالة نقص القائمة عن الحد الأدنى. القائمة جت بعشر أشخاص وجاء حد بينسحب، هنا في الحالة الطلب متاعها مرفوض، لأن القائمة في الحالة هدية ما عاش عندي كيف نستبدلها، ما عاش عندي ناخذها من الاحتياط. لا يحق للممثل القانوني للقائمة أو المترشح استعادة أي مستندات خاصة بملف الترشح بما في ذلك القيمة المالية. لما يبي يستبدل يقولي أنا بنسحب الأوراق متاع المترشح الأول مثلا، لا يجوز، تبقى المستندات الأولى في القائمة ما عند اللجنة الفرعية، وبعتري يجي يقول والله حتى هدايا باعتباره أن استبدلناه لألف جنيه مثلاً بدنا نسحبه، لا يجوز الحالة هدية، ما عادش في ذلك بما فيه من القيمة المالية التي تم إيداعها. يعتبر طلب الانسحاب مرفوضاً في حالة تقديمه بعد الميعاد أو تقديمه من غير ذي صفة. أي شخص يقول والله فلان احنا هذا بينسحب ويجيب لنا الطلب، لا، غير مقبول، لابد ان يقدم الممثل القانوني مدبل بالتوقيع المترشح ويكون مدبل بتوقيع المحرر العقود ومختوم به. بالنسبه للنماذج الان نماذج لابد بنوروكم النماذج قبل ما النموذج قبل ما نوروكم النماذج لابد ننوه لشيء معين. في اللي بيجيب لي القائمة فصلها ملفات، مجموعة ملفات ويجيبهم لي، هنا الصح أن هو أو هذا الورقة هي كل مترشح فصلها أوراقه شهادة وكل شيء يقدم في هداي، ومجموعة المترشحين 10 15 هذه 14 12 يكونوا في كلاسير مع بعضهم دائرات، اول ما عادش يريحوا، ثاني حاجه يسهل للجنه ان تفرز الاوراق، لكن لما تكون مجموعه ملفات تقدمها لي قد يضيع منهم اي مستند في اي وقت، راه واللجنه راهي مش مسؤوله على الشيء هذا، هي الورقه هي اللي تحط فيها اوراق المترشح، و اللي هو هاو النموذج هذا متاع المترشح يديره معاه الأوراق الثانية المطلوبة. الورشة هدية اليوم تكلمنا على كيفية تسجيل الناخبين والسجل المبدئي والسجل النهائي، وتكلمنا فيها على كيفية الترشح وشروط المترشح والنماذج التزكية، نموذج التزكية، كما قدمنا فيها نبدأ مختصرة على كيف يكون المترشح وكيف يدخل للمنظومة وكيف يسجل في المنظومة. طبعاً كلفنا بقرار رسمي من اللجنة المركزية، ومن تاريخ حوالي 10 أيام و 15 يوم بدأنا في العمل الفعلي. بدأ الموضوع انطلق عن طريق ورشة عمل في فندق باب البحر، كنا فيه شركاء 10 بلديات قادمين على الانتخاب هذا، ورجعنا منه وتم اختيار مكان مقر اللجنة وانطلقنا في العمل ابتداء من تبليغ الجهات المعنية إلى توزيع أرقام مراكز الاقتراع لتسهيل الموضوع للمواطن، وتم حوالي أيام فيها 35 مركز اقتراع، عدد الناخبين اللي حق لهم التصويت حوالي 70,000 ناخب. غريان تعتبر على مستوى حتى البلديات اللي تلاقينا في ورش العمل العامة كانت من أكبر البلديات الحقيقة، وهنا بشرنا العمل فعليا. والآن في إطار التوعية طبعا أرسلنا ومضات للإذاعات
والان احنا بدينا في ورشه العمل هذه اللي هي كانت في اطار احتفاليه لاهالي غريان للانطلاق في العمل هذا، وان شاء الله نكون انطلاقه جيده، وان شاء الله ربي يوفقنا الى ما فيه صالح اهالينا واهلنا في غريان.